ما كناش هاد المنتوج كله كنا متوقعينه. المشروع ديالي هو مشروع ديال تربية الحلزون تابع الأكاديمية الدولية اللي كتوجه في أمزميز برئاسة مدام نادية البابراهيمي. الفكرة ديال المشروع كنت تواصلت مع كنقلب مواصل التواصل الاجتماعي ولقيت هذا المشروع ومشيت وتواصلت مع الأكاديمية ودرت التعاونية ديالتي ودرت التكوين ديالي ديال المدة ديال عامين. دابا باقي عندي واحد العام والحمد لله كريت الأرض هنايا وبديت المشروع ديالي كيف ما كتشوفوا. انا البدايه ديالو كانت في شهر 2 2020 ولين كانت الجائحه توقفنا المده ديال عامين. دابا عام بهذا باش بديت هذا العام الاول هذا الموسم الثاني لينا هنايا. حلزون شي حاجه جديده شي حاجه اللي ما كايناش. دابا اللي بناض با يديرش مشروع كيدير الخياطه ولا كيدير الماكله ولا صناك ولا شي حاجه. انا قلت بغيت ندير شي حاجه جديده اللي ماشي متداوله والحمد لله حنا نجحنا فيه. بدينا ب 1500 متر وباقي عندنا هنا المساحه انا باقي عندنا هنا 4000 متر اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي مع المده ان شاء الله غادي نعاودو. الحلزون كيجينا من الطاليان كيجينا من ايطاليا لهنايا كيجي مجمد عاد كنطلقوه لهنايا في هنا في هذا المسار. كياكل الفجل كياكل البربه كياكل الخص وكياكل الفصه. غير هو هاد المزروعات اللي دايرين حنا ما كتعطيش الانتاج مثلا البربه ما كتعطيش الانتاج ديال البربه كتعطي غير الوراق دياولها حيت الزريعه جات من الطاليان وكتعطي غير الوراق وكيكون مداويه وبيو. داكشي علاش هادشي اللي كياكل هنا كيسرح بالليل هو بالنهار تيكون صايم وبالليل كنطلقوا ليه الرشاشات هنا كتكون بحال الشتاء كيطلقوا عليه ديك الرشاشه وكيفيق كيبات الليل كامل تياكل الصباح ثاني كيعاود يرجع ثاني يصوم. وبالنسبه للخدمه ديالو الخدمه ديالو ماشي حاجه صعيبه كنخدم واحد ساعتين الصباح وواحد تقول جوج سوايع حتى لثلاثه بالليل. ضروري من الخبره ضروري حنا راه الفورماسيون ديال المده ديال 3 سنين مده ديال 3 سنوات كاين الفورماسيون التطبيقي وكاين عن بعد. كاين ماشي اي واحد يقدر يدور ضروري كل حاجه كتبي الدراسه ديالها وكتبي القرايه ديالها وكتبي الصبر وكتبي المثابره باش الواحد المشروع ينجح. اي هذا السياج هذا باش ما يخرجش هاد السياج هذا كاين ما كيخليهش يخرج ومطيب ضروري كتلقى شي حاجه خارجه. راه كنجي كنجيبو الصباح كنجي كنخدم من ديك السبعه حتى للتسعود كنجي الحاجه اللي خارجه راه كنردها لبلاصتها وفي العشيه كنجي كنسقي. ولكن واحد المره في السيمانه راه كتكون الخدمه كيجي الانسان كينقي الحاجه اللي طالعه وكتكون الخدمه ضروري من الخدمه كاينه. الحمد لله حنا دابا خمسه ديال الناس اللي كاينين في التعاونيه. عاد كاين اليد العامله المؤقته الناس اللي كيجيو مثلا يخدموا معايا يومين ثلاث ايام وكنتمنى ان شاء الله نكبروا المشروع ونخدموا معنا ناس اخرين اللي استفدوا حتى هما من هذا المشروع هذا. الهدف ديالك انت والهدف ديال الجمعيه مثلا هو الهدف ديالنا هو نكبروا المشروع ان شاء الله. حنا ان شاء الله في اطار بنا ناخذوا واحد الارض هنايا ان شاء الله بنا نكبروا المشروع وغادي نشوفوا معنا ناس اخرين هنا في المنطقه هنا الناس الجيران ديالنا اللي بغى يدير حتى هو هذا المشروع ان شاء الله يكون خير. نيت واحد السيد حنا حدانا هو تا هو راه بدا في المشروع ديالو هذا السنه الاولى ليه هنايا وان شاء الله بينا نكبروه وبينا نخدموا معنا ناس حيت هذا المشروع فيه يد عامله مزيانه ومربح. هو انا كنشجع الناس كاملين يديروا خصوصا العيالات كنبغي نشجع التعاونيات النسائيه يديروا بحال هذا المشروع حيت ما فيهش الخدمه كثيره ومربح وشي حاجه جديده شي حاجه اللي عندها الافاق والمستقبل ان شاء الله كبير. وراه كاينه الاكاديميه الدوليه لتربيه الحلزون الناس اللي ما فحالهمش راه كتقدم لهم سميتو الفورماسيون بالمجان وكتساعد معاهم وان شاء الله يكون خير.